البداية اهنيكم بدكتورة دكتورة قمة حتى بتعاملها اهل البداية اهنيكم بدكتورة دكتورة قمة حتى بتعاملها الكل يشهد لها ويقول مشكورة على حسب ذكرها ماني مجاملها الله يستر عليها البنت مستورة تلاحظ الستر باخرها وبوالها اسلوبها راقي ما هي مغرورة والناس واجب ننزلها منازلها تحصل على الامتياز ليدخل الدورة ولا يتكن المهنة هلا من يزاولها سبحان ربنا عطاها كامل الصورة بنت الحسب والنسب والدين جمالها النور بدف ظلام الكون من نورة والمعذرة كان يقول الحق زعلها النفس يا ناس من هي ومأمورة وظروف الأيام لو شنت تحملها يلا عساها بطول العمر مسرورة من راجعة قالي تشفي لي أنا ملها في حسن الأخلاق مشكورة ومذكورة مختبسة العلم من كرس مؤهلها البداية اهنيكم بدكتورة دكتورة قمة حتى بتعاملها اهل البداية اهنيكم بدكتورة دكتورة قمة حتى بتعاملها الكل يشهد لها ويقول مشكورة على حسب ذكرها ماني مجاملها الله يستر عليها البنت مستورة تلاحظ الستر باخرها وبوالها اسلوبها راقي ما هي مغرورة والناس واجب ننزلها منازلها تحصل على الامتياز ليدخل الدورة ولا يتكن المهنة هلا من يزاولها سبحان ربنا عطاها كامل الصورة بنت الحسب والنسب والدين جمالها النور مدى ظلام الكون من نورة والمعذرة كان يقول الحق زعلها النفس يا ناس من هي ومأمورة وظروف الأيام لو شنت تحملها والله عساها بطول العمر مسرورة من راجعة قالي تشفي لي أنا ملها في حسن الأخلاق مشكورة ومذكورة مختبسة العلم من كرس مؤهلها